بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده. أول سؤال معانا الدكتورة مروة، تقدر تقرأ؟ And 18 years old, tall girl with the body mass index 19, with primary amenorrhea, atrial training. On examination, her breast development is tunnel 5, public and axillary hair development is tunnel 2, and her external genitalia appear normal. A small inguinal swelling is detected on her right groin. What is your most likely diagnosis? رأيك يا فندم؟ بريست ديفلوبمنت تانر 5 اللي هو آخر حاجة، يعني حاجة ما حصلتش، والأكسلري هير ضعيف أوي. هيبقى اندروجين سنسيتيفيتي كومبليت ولا بارشل؟ لو في الامتحان كومبليت وبارشل، تختاري ايه؟ بارشل. لا كومبليت، سوري كومبليت. مش كده؟ طيب يبقى هي الإجابة بتاعتنا complete androgen and sensitivity. وإيه الحاجة اللي في الانجوينال ريجون دي؟ تستس الجونات. بلاش نقول تستس عشان نعود نفسنا، عشان لو في امتحان اوسكي ما نقولش تستس، هنقول لها الجونات. تمام؟ اتفقنا؟ دكتورة مين اللي عليه الدور؟ دكتورة سمر، تقدري تشاركي؟ تشاركي دكتورة سمر. طيب هاي 17 years old girl attends the adolescent gynecology clinic with a history of primary amenorrhea. She has normal secondary sexual characteristics and is of average height and normal BMI. Further investigations shows normal FSH, LH and estrogen levels. What most likely diagnosis? ماشي. حد يحب يجاوب؟ This is Rokitansky syndrome. ليه يا فندم؟ روكوتيناسكي سندروم ليه؟ لأنه هي أول حاجة she's a female and she had normal sexual characteristics. أمال إحنا في الأن في السؤال اللي فات، في السؤال اللي فات بتاع الأندروجين insensitivity، كنا نلاقي الاستروجين ليفل ايه؟ نلاقيه قليل. هو قليل، هو قليل، وكنا نلاقي الاندروجين ايه؟ عالي. تمام. وطبعا هنا هي دي برضو نخلي بالنا من حاجه، هي دي احنا بين اتنين، برضو احنا بين الاندروجين انسنسيتيفيتي وما بين الريكوتيناسكي. يعني احنا ما زلنا هنا. هي غالبا الريكوتيناسكي، بس وي نيد ان احنا نعمل ايه؟ نعمل، او هو حتى هو قال لي نورمال سكند سيكشوال كاركتر. نورمال سكند سيكشوال كاركتر يقصد بيها ال 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 الهير ديفلوبمنت و الايه؟ البريست ديفلوبمنت. تمام؟ فيقصد بيها ان الاثنين نورمال، ده اللي خلانا ما نقولش اندروجين انسنسيتيفيتي. تمام؟ وخلانا ان احنا نبقى اميل ليه ان هي تبقى ايه؟ روكوتيناسكي سندروم. طيب بالمره كده الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا طبعا هنا هتبقى الليت اونست، هيبقى ايه؟ هيرشيتيزم والريجولار منستريشن
او delayed menstruation ممكن, وممكن hypotension, عشان الحاجات اللي هي ممكن تجيلت ايه تخليني ايه اتلخبط يعني. كلاين فلتر ده ميل طول غالبا ما بيكتشفش الا زي ما هنيجي نتكلم بازوسبرما. موضوع اللو اي كيو ده يا جماعه مش معضله قوي, لان يعني ما هوش لو بدرجه يعني ان هو منتلي ريتارد, هو بيبقى اقل 10, فيعني مش فارق يعني. الترنر طبعا الكاركترستكس ك بتاعت الترنر والشورت سكيبشر والوايت كارينج انجل والويب نيك والحاجات اللي هي الكاركترستيك للترنر سندروم. دكتورة مروة هلا دكتورة مروة هو بس السؤال اللي كان عندي زي ما هو years old the girl is brought to the gynecology clinic by her mother and she has not yet started menstruation. She has a short stature, blood tests show high FSH and LH, secondary sexual characteristics have not developed. What is it like to diagnose it? Turner syndrome. برافو عليك يا دكتورة مرة. أعتقد الدنيا كده وضحت مش كده؟ لو أنا بفكر أنوركسيا نيرفوزا ألاقي الـ FSH والـ LH عاملين إزاي؟ لو برافو عليك. كرينيو فارنجيوما Can you mail they are coming with central puberty, precocious puberty? Nothing is يعني is absolute يعني ممكن تيجي ب precocious وممكن تيجي يبقى tumor يضغط على البيتوتري على البرولاكتين هايبرولاكتين هايبوجنادزم, فنلاقي برضو ال FSH وال LH ايه لو ممكن ممكن تبقى البنت دي عندها ميل كاريوتايب؟ ميل ماشي شورت سواير سندروم شورت ممكن سواير سندروم بس ده مش هعرفه غير بالكاريوتايب يعني هو احتمال بس هو لو جه قام قايل لي نفس الكلام ده وقام قايل لي هير كاريوتايب از اكس واي وكاتب لي في الديفرنشال دايجنوست وحطيت لي سواير سندروم تبقى الاجابه ايه؟ سواير سندروم. تمام؟ اتفقنا؟ الريكوتوناسكي الاقي الاف اس اتش والال اتش ايه؟ نورمال. اتفقنا؟ يبقى احنا اخترنا هنا ايه؟ اخترنا ترنر مش كده؟ ماشي. الامتحان يا جماعة عاوز بس شوية تفكير على فكرة. أنا يعني براجع دلوقتي بقالي فترة يعني أو من يومين كده ببص على أسئلة الامتحان والإنسيدنسز والحاجات دي بتاعت الامتحان اللي فات. على فكرة والله ما صعبة يعني الدنيا مش إيه, بالعكس ده الحاجات اللي الناس بتقول إن هي صعبة وإنسيدنسز وبتاع بتبقى موجودة في الكلام اللي بنقوله. ممكن يبقى في حاجات بره بس يعني ما هياش مستحيلة يعني. فالموضوع بس محتاج ايه شويه نفكر بفكره هادي كده زي ما انتوا بتفكروا معايا بنفس الطريقه كده ان شاء الله. دكتوره ممكن حضرتك اول مره عادي ولا بتبقى صعبه شويه من الفيرست تايم؟ عندي واحد نجح من اول مره على فكره الدور اللي فات. ما هواش القاعده ان الناس تنجح من اول مره يعني, لكن عندي واحد نجح من اول مره ومن المحله يعني. ما هواش حتى البراكتس بتاعه مش شغال في حاجة, بس حضر معايا الكورس أكتر من مرة يعني من يمكن من 2000 وكام بيحضر معايا يعني, يمكن بقاله مثلا سنتين مثلا بيحضر معايا الكورس. تمام؟ بيبربر كتير شوية. نعم؟ بيبربر قبلها 2 years
مفيش مشكله. هو يا جماعه، هو انا نفسي ان الناس تبقى عندها كونسبت كده. هو احنا خلاص احنا معانا الام ار سي او جي، هناخدها امتى؟ دي مساله وقت، ما هياش حاجه. الساعات الاسترس اللي بنحطه على نفسنا بيأخرنا في ان احنا ناخد الايه الام ار سي او جي، تمام؟ اللي احنا بنعمله ده ريليتد للديفلوبمنت بتاعنا كدكاتره ولا مش ريليتد ليه كدكاتره نسا؟ وهيخليها ناس شاطره، وهيخليها لما نيجي نتكلم مع حد نعرف نتكلم معاه، وبدل ما بنيجي الناس بتيجي تتكلم في الحاجات بتقول اي كلام فاضي، لا نقدر نرد عليها ونقدر نقول لها كلام منظم وطريقه تفكير معينه. لو احنا خلينا حياتنا بالشكل ده هننجح على طول في الام ار سي او جي. طيب مين اللي عليه الدور؟ دكتوره اميره. دكتوره اميره، طيب دكتوره شازه، اتفضلي يا دكتوره شازه. Sixteen-year-old girl present with primary amenorrhea. She has normal external genitalia and normal secondary sexual characteristics, appropriate for her age. An ultrasound scan FSH, LH are normal, and karyotyping shows 46XX. Her body mass index is 22. What is the most likely reason? This is familial delay. Androgenic sensitivity supposed to be 46XY, and premature ovarian failure supposed to be high FSH LH, and kernel, this is not characteristic of kernel, and polycystic ovary is not a feature, and so it is a familial delay. ربنا يفتح عليك. تمام. دكتورة أميرة ممكن تشاركي ولا في؟ طيب دكتورة مروة. 15 years old girl attend the gynecology clinic accompanied by her mother. The mother is concerned that her daughter period have not commenced yet. The girl is sure. Here and the breast development are consistent with the Tanner stage 3. Which investigation will help obtain a diagnosis? FSH or LH? ممكن اعملها الترا ساوند الاول نشوف في يوترس ولا لا. طيب ده مثال للاسئله اللي هي كل الاجابات صح، مش كده؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ في اسئله كده انت فعلا جايه لك واحده عندها امنوريه، كل حاجه من دي ليها لازمه او ممكن تفيدني في حاجات، مش كده؟ الفكرة هنبدأ بإيه؟ أنا في يوم فرد. مش بس هنبدأ بإيه؟ هو يعني ساعات كده أسئلة يجيبها لك إيه؟ الموست ريليفنت، الموست كاركترستيك، يعني حاجات بتبقى إيه؟ بيبقى هو عاوز حاجة معينة. تمام؟ فهنا هو طبعا السؤال ده يعني انا في رايي ان هو برضو غامض شويه، بس يعني ايه احنا ايه الكلوز اللي موجوده في السؤال؟ She's short. دي اكتر كلو موجوده. واضح ان احنا ايه؟ الستيج دي انا يعني امتى من اول كام يبقى كويس؟ بمعنى ايه؟ مش فاهم. يعني ستيج 3 دي مثلا ويل ديفلوبد ولا نوت ويل ديفلوبد؟ لا المفروض هي دلوقتي تبقى ستيج 4 او 5. 4 يعني
المفروض 5 في الكلاس 5 ده مع البريجننسي، لكن المفروض ان هي تبقى 4. هي متاخره يعني ممكن اكون بتكلم على تيرنر. على فكره هو الشورت ده ممكن اي حاجه يعني ممكن يعني بتبقى عامله هايبوجنادوتروفيك هايبوجناديزم، ممكن برضو ما تخليش شورت، تخليها شورت. بس واضح ان الشورت هنا حاجه كاركترستيك، وهو انا عاوز اخليكم تفكروا بدماغ الاكزامينر، لان هم ساعات بيحطوا الاسئله ما بتبقاش يعني واضحه قوي، بس هم حاطين كلمات على اساس ان انت على اساسها المفروض ان انت بتعمل ايه، بتبني او بتفكر بشكل معين عشان تجيب الانسر. فهو قال لي هنا ان هي ايه شورت، فواضح ان شورت دي حاجه ليها اهميه كبيره في السؤال يعني. وبعدين بيقول لي ان هي تانر ثلاثه، حاجات كتيره تخلي الستيج تانر ثلاثه تمام. بس هو يعني واضح ان هو الايه الموضوع ريليتد للشورت. فهنا الـ يعني انا في رايي لو انا بحط السؤال ده احط معاه حاجه تانية ان هي توضح ان هو ترنر شويه. بس هو هنا مفيش حاجه هتخليني اوصل لدايجنوزس ديفينيتيف دايجنوزس للترنر الا الكاريوتايبنج، او على الاقل ان انا انفي ان هي ايه، ان هي ترنر سندروم. فانا اعتقد يعني بالرغم من الاجابات الباقيه كلها ممكن يبقى ليها رول، بس انا بناء على الكلمه بتاعته اللي هي ان هي شورت ان انا هتجه للكاريوتايبنج. مش معنى كده ان 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 انا في الحقيقه او لو هو كترتيب انفستيجيشنز ان انا لازم ابدا بالعكس مش هبدا بالكاريوتايبنج الا لما اعمل ايه، لما اعمل انفستيجيشنز تاني. بس في اجابه السؤال ده كده بالطريقه اللي هو قايلها لي ديت الكاريوتايبنج ممكن هو فعلا حاجه كونفيرماتوري لو هي ترنا، ما مش هقدر ان انا يعني ايه ان انا يعني ليس في جدال بقى، مش كده؟ اتفقنا؟ واضح؟ تمام. طيب تعالوا نبدا بقى المحاضره بتاعت النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله النهارده على الفيرتيليتي بروبلمز تمام. والفيرتيليتي بروبلمز طبعا مش بس في ميل، يعني ده ميل وفي ميلز، فاحنا النهارده هيبقى تعاملنا مع كابل تمام. و طبعا السورس الاساسي بتاعنا هو النايس جايد لاين، ولو ان النايس جايد لاين يعتبر ريلاتيفلي اولد دلوقتي، يعني بقاله تقريبا كان في 2013 تمام، فالمفروض يحصل له ابديت لان في حاجات كتيره اتغيرت. فعشان كده هتلاقوني كده في حاجات عامل لها ابديت من اذر سورسز، وهقول لكم ايه اللي موجود في النايس، وهقول لكم ايه اللي برضو اللي هو محتمل يتغير او المفروض ان هو يتغير الصراحه تمام. فيعني الموضوع حتى انا كنت الاول بكتب على البرزنتيشن نايس جايد لاينز، دلوقتي لا دلوقتي بقيت ايه، بقيت بخليها ان هي فيرتيليتي، لان بقى في سورسز اذر ذان نايس جايب. اللي انا هعمله النهارده ان شاء الله ان احنا هنتكلم على الكوزز بتاعت الانفيرتيليتي سواء ميل، حتى الميل هنتكلم عليها يس. وهبقى ابعت لكم دوكيومنت على الميل انفيرتيليتي جميل كده اوروبيان سوسايتي عاملاه برضو. فهنتكلم على الكوزز بتاعت الانفيرتيليتي كلها، هنتكلم على المانجمنت بتاع انفيرتايل كابلز، هنتكلم على الاي في اف والاكزي، وبعدين هنتكلم بقى على بعض الحاجات السوفيستيكيتد كده زي السيرجوت ماذر والفيرتيليتي بريزرفيشن وشويه حاجات كده تانية ان شاء الله. مبدئيا كده احب اسالكم سؤال كده، لو انا عندي 100 كابلز متجوزين، المفروض كل شهر قد ايه في المية بيحملوا منهم كل شهر؟ نعم يا فندم.
هايل. 20% يعني بعد اول شهر هلاقي تقريبا في 80 منهم موجودين. طب بعد تاني شهر 20% من 80 اللي هو يطلعوا تقريبا كام؟ عشرين في المية من 80 تقريبا 15 مثلا، يعني هنتكلم بعد كده 65 وهكذا. لما بنوصل عند الـ end of the first year المفروض بيبقوا حوالي من 80 ل 85% بيبقوا حملوا، تمام؟ النايس بتقول لك 80%، خلينا على ال 80% بتاعت النايس جايد لاين عشان لو جابها لنا سنجل بيست انسر وجايب لي 80% 85 ساعات دي يجيب حاجات رزله زي كده. فالنايس بتقول لك ايه؟ بتقول لك ات ذا اند اوف ذا فيرست يير بيبقى في 80% او 80 بيبل من ال 100 كابلز دول هيبقوا ايه؟ 80 كابلز يعني هيبقوا حوالي. وطبعا لو احنا ماشيين حتى بالفيكانديتي ريت اللي هو الناتشرال فيكانديتي ريت بنلاقي ان هو على السكند يير لا ده هنلاقي بس منهم حوالي او هنوصل ان هو يبقى 90 كابلز هم اللي حامل ويتبقى 10 كابلز ما حملوش، تمام؟ ماشي. ومن هنا هنكتشف ان يعني المفروض يعني وكانوا زمان بيعرفوا الانفيرتيليتي بعد التو ييرز، لان هو بعد التو ييرز دول التشانسز بتقل قوي بقى. يعني احنا في اول سنه كنا بنتكلم في حوالي 80%، ثاني سنه بنتكلم في حوالي 10%، بعد كده التشانسز بتبقى كل سنه ما بين 2 ل 3% وبتقل كل سنه عن الثانيه كل ما 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 ما, ما حملوش. لكن ال 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 لان احنا مش المفروض نستنى سنتين الصراحه عشان نعرف انفيرتيليتي، يعني لان هو برضو الموضوع مش ايه، احنا عاوزين نبدا مانجمنت. فالنايس ومعظم الناس بيعرفوا الانفيرتيليتي افتر 1 يير، فبنقول ان الومن بتبقى انفيرتايل لو هاز نوت كونسيفت after one year of unprotected. ونخلي بالنا بقى من الحاجات اللي هي مضافه للديفينيشن، unprotected vaginal sexual intercourse، تمام، in absence of known cause of infertility. ماشي. يعني لو عينه جايه لي اساسا عندها امينوريه، هل علشان ابدا انفستيجيشن استنى 1 يير؟ لا، على طول هي جايه تشتكي او هي ديليت او سيكينج فيرتيليتي وهي متجوزها بقى لها 3 شهور وعندها امينوريه، يو ويل ستارت اسسمنت على طول. طب عينه ثانيه جايه لك عندها هرشتيزم، اسس على طول ما تستناش ال 1 يير، تمام؟ لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على ان هي just only delayed conception. طبعا برضو لو الage above 35 you can start you can start assessment before الـ before waiting for الـ 1 year. طيب طبعا اي assessment احنا بنتعامل مع قبل، فلازم اي investigation should be offered along with her partner. الاسسمنت بتاعنا والانفستيجيشن لازم العناصر بتاعته تبقى ايه؟ تبقى متوفره، تمام؟ وتقول لي هل بقى نقدر نقول الانفستيجيشنز بتاعت one of the couple in front of the other؟ Yes, in attendance of both of them. لكن لو هي مثلا الفيميل المفروض ان هي يعني المفروض ان هما الاثنين بشوفهم مع بعض على الاقل لما اجي اناقش الانفستيجيشنز بتاعت او الاسسمنت بتاع الاذر ممبر اوف ذا كابل ان فرونت اوف ذا اي اوف هير بارتنر، تمام؟
الانسيدنس بتاعت الانفيرتيليتي في اليو كي بتبقى 1 ان 7 ان هيتيروسيكشوال كابلز. المين كوزز، حد يعرف ايه اكتر كوز اوف انفيرتيليتي بتوين كابلز ان يو كي؟ اكتر سنجل كوز ممكن نقوله ان هو الثاني، لكن اول كوز هو الميل انفيرتيليتي وهو اراوند 30%، يلي الانكس بلين زي ما حضرتك قلتي والاوفيولاتري كل واحد منهم 25%، التيوبال دامج حوالي 20%. تمام، sometimes ممكن يبقى فيه يوتراين وبروتونيال ديس اوردرز ممكن تبقى موجوده برضو في اراوند 10%، وممكن يبقى فيه اكتر من حاجه موجوده في نفس الوقت في البوست كابلز، يعني يبقى فيه ميل ومعاه حاجه، فممكن تبقى اراوند 40%. تمام، في نسبه ما بيبقاش حاجه يعني حاجه في وان بارتنر بس، لا بيبقى في الاثنين البوست كابلز عنده. تمام، وفي حاجات تانية برضو بتبقى مساهمة، ويعني دي بتبقى داخلة ممكن في 10% تقريبا دول، ان هو endometrial factors وجاميتس وامبريو ديفكتس والاندوميتريوزس. تمام، فممكن بتتحط برضو، ولكن بتبقى يعني جزء كبير منها ممكن بيبقى محطوط تحت الايه، تحت unexplained infertility، بالذات الحاجات اللي هي related ليه الجميت والامبريو ديفكتس والاندوميتريوزس. sometimes ممكن لو هي مش سيمتوماتيك ممكن يبقى في اندوميتريوزس وبيبقى مانجد از انكسبليند انفيرتيلتي. وهنتكلم ان احنا حتى وي دونت نيد تو ديفاين الانكسبليند انفيرتيلتي باي دوينج روتين لابروسكوبي فور انفيرتايل وومن. تمام، لا احنا وي كان manage as unexplained without having a laparoscopic look as long as in no symptoms of endometriosis or no clinical data suggesting endometriosis. هنبدأ بالميل فاكتور انفيرتيليتي، وده من الحاجات المهمة، واكتر حاجة للميل فاكتور انفيرتيليتي او الموست كومن كوز ان هو يبقى ايديوباثيك. لكن زي ما احنا طبعا دي سامري كده للديفرنت كوزز، بس يعني طبعا لو احنا بنتكلم على الكوزز ممكن تبقى كوزز ريليتد للسيكشوال سيكشوال بروبلمز، سواء يعني بتبقى ايجاكولاتوري problem سواء retrograde ejaculation او في impotence. تمام، فده طبعا ممكن يبقى cause of infertility، وده ممكن يبقى مهم قوي ان احنا نعرفه من الهيستوري، لان احنا ممكن نيجي نعمل السيمن اناليسيس ممكن يطلع كويس، وممكن في الريتروجريد يطلع فيه اسبيرميا خالص، مفيش فلويد، مفيش سيمن اساسا. تمام، لان كله بيرجع في الايه اليورين. تمام، وهنا لو عملنا او بتوع المعامل يعني يقول لك ايه، لو كده بيعملوا يورين سامبل بعديها مباشره ويشوفوا يلاقوا فيها سبيرم، وهو بيبقى من الهيستوري برضو هي نوز ان هي في ريتروجريد ايجاكوليشن. ايديوباثيك كوزس، وده الموست كومن، بيبقى ايديوباثيك تستيكولار بروبلم. تمام، ممكن يبقى obstructive الابيديدمس او الفاز ديفرنس. تمام، يبقى فيهم problems، وممكن يبقى التست نفسها فيها هايبو فانكشن، والهايبو فانكشن دي ممكن تبقى problem intrinsic في التست او الهرمونز اللي جايه لها مش جايه، يعني الاف اس اتش والال اتش بتوع البيتوتري ما بيروحوش او ما فيش سكريشنز رايح ل
الايه ال التس. فدي طبعا بتبقى بريتستيكولار فيلير او بريتستيكولار هايبو فانكشن، او ممكن تبقى الموضوع تستيكولار هايبو فانكشن. طبعا الكوزس بتاعت البريتستيكولار شبيهه قوي بالكوزس بتاعت الهايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم في الاوفيريان او في الامنورية. تمام، ممكن تبقى هايبوثلاميك زي الجونادوتروفين ديفيشنسي اللي هو الكالمان سندروم، والكالمان سندروم ده ممكن يبقى معاه انوزميا، وممكن يبقى هيريديتري، ممكن يبقى اكس لينكد ريسيسيف او اوتوزومال ريسيسيف، او في بعض الاحوال كمان ساعات بيبقى اوتوزومال دومينانت. البيتوتري ديزيز ممكن يبقى فيه بيتوتري انسفيشنسي، تمام، سواء نتيجه تيومرز او راديشن او سيرجري. ممكن يبقى فيه هايبر برولاكتينيميا، تمام، تيومر في البيتوتري جلاند وطلع برولاكتين، وممكن يبقى نتيجه اكسوجينس هرمونز. اكسوجينس هرمونز حد بياخد انابوليك ستيرويدز بالذات، تمام، اللي هي مثلا التستوستيرون او تستوستيرون او ليها تستوستيرون لايك افكت او جلوكوكورتيكويدز ايفن كان بريديوس بالنيجاتيف فيدباك، ممكن تعمل سبريشن للاف اس اتش والال اتش، وهنا ممكن يحصل ايه، يحصل هايبو جوناديزم. تمام، الهايبر والهايبو سيناديزم شيلوها، يعني مش شيلوها من الورق، مش مشكله. والهايبو سيناديزم طبعا كان بي اكوز، لكن هو مقصود اكسوجينس هرمونز يعني ريبليسمنت ثيرابي اكتر، لكن ممكن طبعا لو حتى في اندوكراين ديس اوردرز ممكن يعمل مشاكل، لكن يعني ما هياش الايه الحاجه الكبيره عشان ما نلخبطش نفسنا. تستيكولر فيلير بقى ممكن يبقى كونجينيتال او اكوايرد، وممكن من ضمن الحاجات الاكوايرد ان هو يبقى ايديوباثيك فيلير او تيومر، او ممكن يبقى اكسبوجر لراديوثيرابي او كيموثيرابي، تمام، او في سيستميك النس عمل افكشن للسبرماتوجينيسيس او كده، تمام. وفي حاجات جيناتكس، طبعا الجيناتكس من اكتر الحاجات الجيناتكس اللي ممكن تعمل ازوسبيرميا كلاينفلتر سندروم 47XX1، ويبقى الفيرست بريزنتيشن بتاع كلاينفلتر سندروم ازوسبيرميا وانفيرتيلتي. في انذر كونديشن كولد واي كروموزوم مايكرو ديليشن، في جزء من الواي كروموزوم بيبقى فيه مايكرو ديليشن، وده حتى ما بيبانش في الكونفنشنال كاريو تايبنج، ده بيبقى محتاج فيش علشان تدور على السبيسيفيك اريا اللي هي مايكرو ديليتد. وده ليه كذا سب تايبس يعني، او كذا نوع من الميوتيشنز، تمام. بيبقى فيه A وB وC. A وB ده ما فيهمش سبيرمز خالص، يعني حتى كاتستيكولار بايوبسي مش هتلاقي فيهم سبيرمز. C في نسبة 70% بتلاقي فيهم ايه؟ سبيرمز. تمام؟ وهو الموست كومن تايب ان انت تلاقيه من رحمة ربنا. تمام؟ ده الواي كروموزوم اهو. هي اريا A و B و C. C هي الموست كومن، وهي اللي لو فيها ديفكت ممكن تلاقي ايه او ب 70% بتلاقي سبيرمز. لو A او B لا ما بنلاقيش ايه، ما بنلاقيش سبيرمز. وفي بقى بوست ستيكلر، وهنا بيبقى فيه اوبستراكشن، وده ممكن يبقى برضه كونجينيتال واكوايرد. اكوايرد عمليات مثلا
تمام. ممكن يبقى فيه immunological defects, infections, disorders حصل في الموتيليتي بتاعت السيليا, تمام, whatever, تمام. congenital طبعا من اشهر الحاجات اللي مهم نعرفها ككوز للobstruction اللي هو congenital absence of vas deferens اللي هو cystic fibrosis, وده بيعمل تقريبا في يعني اكتر من 95%, يعني ممكن نقول 98% من الميلز اللي عندهم cystic fibrosis بيبقى عندهم congenital bilateral absence of vas deferens وبيبقوا azoospermic, تمام. ده مش بس كده, ده احنا لو لقينا واحد healthy يعني ما عندوش cystic fibrosis clinical manifested cystic fibrosis في الحاجات بقى بتاعت cystic fibrosis ديت, سواء المال نيوتريشن والدايابيتس والجروس وكل الكلام دوت, ولقينا ان عنده congenital bilateral absence of vas deferens, ده غالبا بيبقى كارير للcystic fibrosis. ولو عملنا searching للميوتيشن بتاع cystic fibrosis هنلاقيها في تلتين الحالات. مش معنى كده ان الباقي ما عندوش مش كارير للcystic fibrosis, لان انتوا لما ان شاء الله هنيجي نتكلم في cystic fibrosis في الobstetrics يعني هقول لكم ان السيستيك فايبروزيس في دي ميوتيشن اللي هي موجوده في تقريبا في 80% من الحالات اللي هي ايه اللي هي الدلتا اف 508 ديت, تمام. لكن في وفي 10% ليهم بروبس وفي 10% ما لهمش, تمام. وعشان كده قبل اي تريتمنت ما هم دول هيحملوا بايه باي في اف, لازم ان احنا نعمل للفيميل بارتنر نعمل لها سكريننج للسيستيك فايبروز من غير ما تعمل, حتى لو عملت للميل وما لقيتش عنده, ده مش معناه ان انت يو كان نوت اكسكلود الايه السيستيك فايبروزز, لان الفيميل ممكن لان ممكن يبقى مازال عنده حتى لو طلع نيجاتيف, ولو الفيميل عندها يبقى انت ممكن كده ايه ممكن كده تجيب بيبي سيستيك فايبروزيس. الانستنس لو هما الاثنين كارير بيبقى الانستنس كام؟ بيبقى الانستنس 1 ان 4, تمام. فهنا لو الفيميل بارتنر سكريند وبروفد ان هي كارير للسيستيك فايبروزيس جين, مهم ان احنا نعمل حاجه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزيس قبل ما ايه قبل ما نعمل الاي بي اف, او هنا هيبقى اكزي طبعا مش هيبقى اي بي اف. اي ازوسبيرميك لازم يتعمل له ايه يتعمل له اكسي, تمام. في كونديشن برضو اسمها كارتاجنر سندروم, تمام, بيبقى برضو دي بقى يعني انهيرتد اموتايل سيليا سندروم, وبنلاقي بقى الشخص ده بيبقى عنده تشيست انفكشن وعنده مشاكل في السيليا موفمنت في كل حته. طبعا مهم قوي الاسسمنت لل الميل بقى ككلينيكال اسسمنت بقى واكزامينيشن, طبعا ناخد هيستوري بنشوف فيه السيستميك ديس اوردرز اللي ممكن تعمل الكلام دوت, نشوف برضو كسيستميك نشوف ال ال اللينس بتاعه, نعمل اسسمنت نشوف بقى هنا ايه, نعمل اكزامينيشن نشوف الفاز بالبابل ولا لا والسايز اوف ذا تيستس والكلام دوت, وممكن نحتاج نعمل هو هنا ده الاسسمنت ده معمول بس سبيسيفيكالي في الكلام اللي مكتوب ده للحالات اللي هي اوبستراكشن يعني هنا مش لكله. فلو احنا بنتكلم عن اوبستراكشن مهم ان احنا نشوف الفاز, لو لقيناه كلينيكالي ابسنس اوف فاز ديفرنس مش موجود, او ممكن يونيلاترال او بايلاترال, ده معناه ان هو ان هو ايه ان هو ممكن يبقى كارير للسيستيك فايبروزيس ان ما كانش هو ديسيست, تمام. وبنلاقي معاه كمان مهم ان احنا انفستيجيت حاجات تانية, لان هو اللي عنده absence of vas ده بيبقى كمان ممكن يبقى عنده 10% congenital bilateral absence of vas have unilateral unilateral renal agenesis,
25% من الناس اللي unilateral absence of vase و 10% من الناس اللي عندهم bilateral absence of vase عندهم unilateral renal agenesis of the kidney. تمام؟ وبرضو ممكن يتعمل transrectal ultrasound ده علشان ممكن نلاقي برضو حتى لو one vase is absent ممكن نلاقي contralateral vase كمان في ايه في segmental atresia او absence لل seminal vesicle فيعني ممكن يبقى موجود clinically بس برضو يبقى obstructed. بعد sexual dysfunction يعني erectile او ejaculatory او retrograde ودي ممكن تبقى موجوده بسبب سيستميك ديزيز زي الدايبيتس والمالتيبل سكلروزس والكلام دوت. ممكن طبعا يبقى في بعض الانوماليز في اللي يتاثر على السكشوال انتركورس سواء هايبوسبيديس او ايبسبيديس. وفي برضه بعض الحالات اللي هي ممكن تعمل هايبو او تعمل ستيكولار فيلير اللي هو وهو صغير كان عنده كريبتوركوديزم وبالذات لو هو ما تصلحش في اول سنه من حياته ده ممكن طبعا يبقى عنده ايه يبقى عنده ازوسبيرميك نتيجه ايه ستيكلر. وطبعا لو هو متساب لغايه دلوقتي هو عنده كريبتوكيدس الكيدنز ما نزلتش في السكروتم طبعا ده هيبقى ده المفروض تتشال كمان علشان الايه ريسك اوف مالجنسي. في انستنس للكروموزوم الابنورماليتيز في المين انفيرتيليتي فبنلاقي ان 7% من الانفيرتايل مين عندهم كروموزومال بروبلمز. لو هو ازوسبيرميك بيبقى 15% من 7% تمام. لو اوليجوسبيرميك لو سيفير اوليجوسبيرميا بيبقى حوالي 5% تمام. لو هو نورمال سيمين كاونت بيبقى 1% تمام. وبيبقى طبعا الكروموزومال ابنورماليتي اكتر كروموزومال ابنورماليتي موجوده في الناس الازوسبيرميك هي الكلاين فلتر. ثلثين الحالات بيبقى كلاين فلتر. هل معنى ان الشخص كلاين فلتر ده اقول له اعمل له كونسلنج واقول له ممكن يعني تيجي في الاوسك ستيشن كده واحد ازوسبيرميك وطلع كلاين فلتر وجاي لك فور كونسلنج على البوسيبيليتي تو هاف تشايلد تمام؟ نتعامل معاه ازاي يا جماعه؟ مين يقدر يقول لي كده نتعامل معاه ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ ممكن الرول بلاير يبقى راجل وجات اعتقد قبل كده جاب لك واحد ازوسبيرميك وبروفد ان هو كلاين فلتر وهتتكلم معاه بقى هتدسكاس ايه معاه وفي الموضوع دوت. حد يحب يقول لنا كده ايه البوينتس اللي هنتكلم فيها معاه؟ ايه رايك دكتوره شازا؟ ولا الحاجة اللي عارفة انه اي في اف نحن زمان بس نبدأ ايه الكونسلينج بتاعه يعني؟ انه اقول حيث impossible to get pregnant natural impossible اقول له خلاص impossible ان انت to have a baby ها؟ ليه بس بتقفلي السكة في وشه كده؟ هو بغض النظر على اللي هيتعمل في الاوسكي وطبعا الامور دي بتبقى فيري سنسيتيف ولازم اللانجوج بتاعتها تبقى يعني دي بتبقى داخله تحت حاجه اسمها بريكنج باد نيوز وكل بريكنج باد نيوز بيبقى فيه يو كان تيل سام جود نيوز في الموضوع يعني. وطبعا انت هتشرح له ان هو كلاين فلتر دي قصه يعني هيبقى ليها عليها اسبكت في الدرجات بالكوميونيكيشن سكيلز. طبعا دلوقتي الدومين كبير قوي في الاوسكي اللي هو الكوميونيكيشن وذ بيشنتس تمام. فده من الحاجات المهمه قوي تمام. والفكره بس كمان غير الكلاين فلتر بالاسبكتس بقى اللي هو كلاين فلتر السؤال اللي هو لان هو في الاساس بيدور على فيرتيليتي ان احنا we can get sperms in 50% of cases of Klinefelter syndrome. بنعمل
testicular sperm extraction او ممكن نعملها microscopic. دي بتزود الايه؟ بتزود حالات الايه؟ الديتكشن للسبيرم. تمام. والبريجننسي ريت لقيناه بيبقى عادي زي الايه؟ زي اي حالات اكزي بيبقى from 30 to 50% by اكزي they can have normal children. They can have normal children كمان مش كلاين فلتر. يس in most of cases بيبقى السبيرمز بتبقى normal سبيرمز. تمام. بتبقى normal سبيرمز. ولو احنا عاوزين يعني نتأكد بنسبة 100% نعمل كمان بي جي دي قبل ما نعمل الايه؟ الامبريو ترانسفير. لكن في معظم الاحوال بيبقى السبيرمز اللي طالعة بتبقى normal سبيرمز. اتفقنا؟ فيعني الكلاين فلتر كان جيت بريجننت يا دكتورة شاسم. تمام. تن تو 15% من الناس الازوسبيرميك بقى بيبقى عندهم او اللي عندهم سيفير اولجوسبيرميا بيبقى عندهم مايكرو ديليشن للواي كروموزوم. ودي ما بتبانش بالكونفنشنال كاريوتايبنج زي كلاين فلتر. دي بتبقى محتاجه فيش ان انت بتضبط. في بقى اذر كروموزومال ابنورماليتيز بس ما يعني حاجات كتيره بقى ترانسلوكيشن وانفرجن اقل ويعني كل واحده ليها بقى الامباكت ايه. فاحنا بنتكلم على الكلاين فلتر سندروم. ده طبعا هو الموست كومن سكس كروموزوم ابنورماليتي. بيبقى فيه مشكله اساسيه في الليدنج سيلز وده بيخلي مفيش او التستوستيرون بيبقى قليل وبنلاقي حجم التست طبعا قليل ورغم كده بيبقى الليبيدو يعني الى حد ما نورمال ولكن بعض البيشنتس بيحتاجوا عشان الليبيدو لو قليله بيحتاجوا اندروجين ريبليسمنت. الفينوتايب فيه فاريز من نورمال فيرلايزد ميل لي ان ممكن يبقى فيه اندروجين ديفيشنسي يعني او الساينز اوف اندروجين ديفيشنسي من سكانت بودي هير وكده. الهرمون الاساسي بتاعه طبعا بنلاقي التستوستيرون لو او نورمال وارد. تمام. والاستراديول بيبقى نورمال كل الميل او elevated to some extent والاف اس اتش ليفل يوجوالي بيبقى هاي. تمام. لان هو في الاساس testicular failure يعني الكلاسيك بيكتشر لو هو حب يجيبها لك مش عاوز يلخبطك هيجيب لك اف اس اتش هاي وتستوستيرون لو. لكن برضه نخلي بالنا ان التستوستيرون في بعض الاحوال بيبقى الى حد ما ايه نورمال. الكاريوتايبنج بتاع السبيرمز عاده بتبقى 46 اكس واي سام تايمز بتبقى 47 اكس اكس واي سام تايمز زي الايه زي الاب. تمام. ولذلك بعض الناس بيركومند برضو ان هي يتعمل ايه يتعمل فيش او مش فيش الاسبيرمز هو غالبا هيتعمل بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوزيس. لكن زي ما بقول لكم ان في موست اوف كيسز بيبقى نورمال يعني. يعني هو حتى هنا البرودكشن بيقول لك للابنورمال سبيرمز هاز بين ريبورتد ان 0.9% اند 7% اوف وومن اوف مين ويز كلاين فلتر اند ان ما بين يعني برضو نسبه ثانيه للسوماتيك للكلاين فلتر موزايك سيزم. طبعا لو موزايك بتبقى اقل ولو هو بيور ممكن تزيد شويه لكن في الاخر المزال الاكثر ان هو يبقى عنده ايه يبقى عنده نورمال. طيب لو عندي بيشنت ازوسبيرمك وبروفد ان هو كلاين فلتر تمام المانجمنت بتاعته ايه؟ زي ما قلنا احنا هنا طبعا المانجمنت ليها كذا ايشو تمام وممكن زي ما بقول لك دي ممكن تبقى كيس اوسكستيشن يعني ومهم قوي ان احنا ما نقفلش قدامه الباب لا وبنقول له من الاوبشنز التستيكولار سبيرم اكستراكشن او ان هو يتعمل مايكرو تستيكولار سبيرم اكستراكشن ده افضل وفي ال وممكن تبقى
ريكفرد في ممكن اكتر من 30%، الصراحه بتوصل 50% من 30 to 50% في كيسز، وان هو يبروديوس نورمال يعني تشيلدرن ده المور كومن. وممكن نعمل بي جي دي للامبريوس تمام، لو احنا يعني عشان نطمن ان هو ما يبقاش كلاين فلتر. و او ان احنا ممكن نعمل امنوسينثيسيس للبريجننسي نفسه يعني، لك الاحسن نعمل بي جي دي طبعا. طبعا في بقى نقط تانية للكلاين فلتر، هل هو محتاج هرمون ريبليسمنت ثيرابي، موضوع الليبيدو، موضوع الهرمون ريبليسمنت ثيرابي لو هو عنده ديفيشنسي للتستوستيرون علشان الايه، عشان البون عشان ما يتعرضش ليه فراكشرز. في طبعا اوتوزومال كاريوتايب ابنورماليتيز كتيره ممكن تعمل برضو تبقى كوز للانفيرتيليتي تمام، طبعا اقل من الكلاين فلتر بكتير. وهنا ممكن برضو ان احنا نعمل سبيرم اكستراكشن، سيكلر سبيرم اكستراكشن، وممكن برضو علشان من نقلل الشانس تو هاف انا ابنورمال بيبي نعمل برضو بي جي دي. اتفقنا؟ جيناتكس طبعا عندنا الكالمان سندروم تمام، والكالمان سندروم يعني ممكن يبقى presented with anosmia، ممكن يبقى مع other clinical features مش common زي الانوزميا، يعني ممكن يبقى مع deafness, color blindness, cleft palate، حاجات من هذا القبيل. وممكن يبقى ليه variation، ممكن يبقى x-linked او يبقى autosomal سندروم تمام. وطبعا التريتمنت زي ما انتم عارفين بتبقى ايه، طبعا لما بنيجي نشخص بنلاقي الاف اس اتش والال اتش فيري لو، التستوستيرون فيري لو طبعا، والمانجمنت بتاعنا ان احنا ندي ايه، ندي فور بيربس وايز بندي ايه جونادوتروفينز اللي بندي. عارفين بندي للميل جونادوتروفينز ايه يا جماعه؟ حد يعرف؟ اللي عندهم هايبوجناتروفيك هايبوجناديزم زي الكلاين فلتر بندي لهم ايه؟ حد جرب او حد عالج او شاف عيانين الهايبوجناتروفيك هايبوجناديزم في الميل بيتعالجوا ازاي؟ بندي الاساس ان احنا ندي LH او HCG يعني اللي هو الـ 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 زي الكوريومون مثلا او كده تمام. وبندي فرصه ممكن 3 months لو ما كانش فيه السبرماتوجينسيس ريجيند او كده ممكن نزود FSH، بس في الاكثر لازم يبقى الاساس هو ايه، هو ال HCG. ممكن نديه توايس بير ويك او كده، وبعدين لو لقينا ان هو مش انف ان هو انيشيت السبرماتوجينسيس فممكن ان احنا ندي اف اس اتش. اذر 6 لينكد كروموزومز او سندرومز، في فاكرين الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم، فاكرين ان انا قلت لكم ان ليها فاريشن من في الانكومبليت من هيرشوت فيميل اب تو انفرتايل ميل. ايه ده؟ ده هو ده الانفرتايل ميل بتاعها بقى، يعني بدل ما هي كانت الاندروجين ريسبتورز قليله قوي ومخليها في ميل، لا ده هنا الاندروجين ريسبتورز ناحيه الميل بس برضو مش مخليها ميل سليم 100%، فطالع ان هو انفرتايل ميل تمام. وممكن برضو يبقى عنده ايه، يبقى عنده ازوسبيرميا تمام. وممكن طبعا يبقى فيه variation كمان، فممكن يبقى من زي ما من اول في male external genitalia و absence of pubic hair. ده complete، ده الايه، ده طبعا ده في male ده تمام. او ال partial androgen زي ما قلنا ده بيبقى variable من ambiguous genitalia to ان هو يبقى عنده micro penis و partial hypospadias و cryptorchidism
تمام، اللي هو بيسموه ريفنشتاين، ريفنشتاين ايه سندروم. other x disorders طبعا في حاجات كتيرة مش هنقعد بقى نخش فيها. تمام، الواي كروموسوم طبعا اللي هو المايكرو ديليشن للواي كروموسوم، عرفنا الديفرنت فورمز بتاعها في A و B و C، وقلنا ان اكتر واحد بيبقى ايه، بيبقى هو السي هو الموست كومن، وهو اللي ممكن نلاقي فيه ايه سبيرمز. الA والبي غالبا او هو بيبقى ما بيبقى بنلاقي في الايه ده بيبقى سيرتولي سيل اونلي سندروم، ما فيهوش ايه ما فيهوش اوغونيا خالص، وبي بيبقى معاه سبرماتوجينيك اريست، بيبقى يعني في سبرماتوجون بس ما بيحصلهاش اي ايه اي ديفلوب. تمام، احنا قلنا ان السي ديليشن هي اكتر حاجه كومن. السكند كومن ان انت تلاقي كومباينيشن ما بين ايه، ما بين البي والبي يعني بيبقى مع البي تلاقي بي وسي او اي وبي وسي. تمام، هو ده الايه ده السكند كومن. وطبعا ده يعني ان احنا ندور على الواي مايكرو ديليشن ممكن في الازوسبرميا او في السيفير اوليجوزوسبرميا. بنقول امتى سيفير اوليجوزوسبرميا؟ لو في اقل من 5 مليون سبيرم بير ملي. اتفقنا؟ الكريبتوركديزم دي اللي هي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ما بيبقى فيها ما بيبقاش فيها descent of the tests للسكروتم. تمام؟ والمفروض بتحتاج early surgical intervention بالذات ان هي تتعمل في اول 9 months، وده بيفرق قوي في الفيرتيليتي بعد كده. طبعا لو ما تصلحتش بيبقى الريسك. الفاريكوسيل والفيرتيليتي، طبعا الفاريكوسيل هي كان افكت الفيرتيليتي، محدش قال لا ان الفاريكوسيل مش بتافكت الفيرتيليتي في الميل، ويمكن موجودة بنلاقيها أكتر في الناس اللي عندهم abnormal semen analysis، اللي هي 25% من الناس اللي عندهم abnormal semen analysis in comparison ل 11% للناس اللي هم النورمال. تمام؟ وممكن الفاريكوسيليكت ممكن يعني هنخلي بالنا بس عشان نخلينا دقيقين في الكلام بتاعنا، ان الفاريكوسيل ممكن تبقى اسوشيتد ب ان هي ان التست بالذات لو هي موجوده من اول ايه من اول البيبرتي ممكن تبقى رفع درجه حراره التست ومخليه ان يبقى فيه التستيكولار جروس افكتد والديفلوبمنت افكتد ويبقى فيه بين، وممكن تخلي يبقى فيه سب فيرتيليتي وهايبو جوناديزم. تمام، وعاده بيبقى الدايجنوستس كلينيكال ما بنبقاش محتاجين imaging study. لكن هل بقى الفاريكوسيليكتومي بيصلح السيمن اناليسيس ولا ما يصلحوش؟ ده السؤال اللي النايس مجاوباه وقايله لا، قايله مش ما تعملوش فاريكوسيليكتومي علشان abnormal سيمن. تمام، وهو actually هو debatable condition، ويمكن هي كانت جايبه الايفيدنس بتاعها من كوكرين ريفيو كان 2009. تمام، ان مفيش امبروفمنت للسيمن اناليسيز بيزد على الفاريكوسيليكت. لكن بعد الكوكرين بعد النايس ما طلع في انذر ريسنت ميتا اناليسيز و ومطلع وكان ناحيه الفيفر اوف سيرجيكال كوركشن. تمام، طيب يعني نسمع كلام النايس وما نصلحش الفاريكوسيليكتومي ولا نصلح
تمام. الموضوع it's a debate ولكن يعني لغاية يطلع نايس جديد احنا هنبقى اميل لان احنا ما نعملش او not recommending varicocelectomy الا لو كان العيان symptomatic ببين او بالتستيكولر ديفلوبمنت افكتد من الفاريكوسيل. تمام. لان احنا حتى لقينا ان most adolescent with varicocele will have no problem achieving pregnancy later in life. فيعني عادة بيبقى الامور مش ما هياش ستريت فورورد ان اي حد كده او ما يقول له نعمل ايه نعمل varicocelectomy. تمام. يمكن قبل كده اللي حضر معايا كورسات قبل كده ما كنتش بخش في الديسكشن دي لان كان لسه الايفيدنس بتاع الفاريكوسيلكتوم اللي هو بتاع الكوكرين ده ما كانش طالع. دلوقتي ده يعني اتس ديبيتابل واعتقد ان النايس ممكن الجديد لو اتعمل نايس جديد او هو هيتعمل نايس جديد اكيد هيتعمل ابديت ممكن يبقى فيه كلام على الموضوع. تمام. في ريكومنديشن بقى اللي هي الامريكان ريكومنديشن بتاعه الامريكان فيرتيليتي سوسايتي. تمام. ان ال ان فاريكوسيل ريبير شود بي كونسيدر لو في كلينيكال فاريكوسيل مع اوليغوسبرميا مع الفيرتيليتي اوف مور ذان 2 ييرز اند اذروايز ان اكسبلينت انفيرتيليتي ان ذا كابل. لكن ده نخلي بالنا ده مش هو الريكومنديشن بتاع النايس. ولو هيتعمل له تريتمنت سيرجيكال تريتمنت او امبولايزيشن تكنيك يعني احنا اساسا نايس بتقول ما تعالجوش فيعني مش هنتسال في الايه الميثود اوف تريتمنت فيعني. لكن انا كاتب بحيث لو لقينا في تغيير في اي وقت ولا حاجه ممكن اهو يبقى ايه يبقى عارفين ايه الكلام اللي عليه. تمام. بالنسبه لي الايجاكوليشن بروبلمز والريتروجريد ايجاكوليشن وكده لان في دي طبعا اسباب كلها ممكن تعمل مشاكل في الايجاكوليشن يعني لو في سباينال كورد انجري مش عارف مالتيبل سكلروزيس يوريسترال بروبلمز فارماكولوجيكال ميديكيشنز ممكن تعمل زي الالفا 1 انتاجونست زي بعض الانتي سايكوتكس لو الميل بياخدها فدي مهمه في الهيستوري تيكن بلادر نيك انكومتنس زي اللي يبقى فيه كونجنيتال ديفكتس. تمام. او ان في بلادر اكستروفي او بروستاتيكتومي كل ده ممكن يبقى جوز للايه الايجاكولاتري بروبلمز في الميل. تمام. حد عنده اسئله يا جماعه؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين ولا ايه؟ معايا يا دكتور. طيب هناخد هصلي العصر بس هناخد بريك اصلي العصر ونكمل بريك صغير بس هصلي العصر ونكمل ان شاء الله بعد اذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم نكمل كده موضوعنا. استفدنا شويه في الميل كوزز اوف ميل انفيرتيليتي لان احنا